وإلى فيديو مميز نشر حساب مركز بلاغات العنف الأسري عن أنماط التربية التي يمكن أن تبني جيل قيادي قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، وقادر أيضا على الشعور بحس المسؤولية. وأتمنى من كل قلبي أن كلنا نركز في هذا المقطع اللي يحمل رسالة مهمة لنا جميعا نتابع. فهد وسعود طفلان في حارة واحدة ومدرسة واحدة وعمرهم واحد، لمحان متفوقان في دراستهما، ذكيان لكن شخصيتهما مختلفتان تماما، لكن الفرق بين الاثنين كان واضحا. فهد شقردي جريء عند قدرة على أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وسعود حبيب ولطيف لكن شخصية لك عليها، متردد وعنده مشكلة كبيرة في اعتماده على نفسه. وما بين شخصية فهد وسعود إشكالية كبيرة في نمط التربية داخل محيط الأسرة، نمط انعكس بشكل إيجابي على صفات فهد وعزز فيه روح القيادة والثقة بالنفس، بينما سعود شخص يعاني من فقدان الثقة والتبعية والانقياد خلف أي شخصية فارضة لسيطرتها. شخصيتان كان لأسرتيهما دور كبير في صقل مواهب القيادة وتعزيز نقاط القوة بالشخصية لهم، وهذا الشيء صار واضحا في تصرفات وسلوك كل واحد فيهما. لذلك كان على كل أب وأم استكشاف مكامن القوة في أطفالهم وصقل مواهبهم لتعزيز روح القيادة والاعتماد على النفس، وتربيتهم على كيفية اتخاذ القرار الصحيح وتصحيح مساراتهم بشكل يوضح لهم أخطاءهم دون تعنيف، لبناء جيل قيادي قادر على اتخاذ قراراته بنفسه. فرق كبير بين من يقول فعلا موضوع مهم جدا، وشكرا لحساب بلاغات العنف الأسري للتوعية حول هذا الموضوع. بإذن الله راح نخصص له حلقة أو فقرة خاصة نتكلم فيها عن هذا الموضوع مع أخصائية نفسية واجتماعية.